فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة النساء في مصليات المتصلة؟ أن تقول فضيلة الشيخ، صواب هذا العبارة؟ كيف؟ صواب فضيلة الشيخ؟ فضيلة الشيخ. ها؟ فضيلة الشيخ. بالنصب. طيب. فضيلة أنا الشيخ. أنا أريد أن أصحح الغلط النحوي. أما المعنى فلا حاجة لفضيلة الشيخ ولا شيء. ما تقول أحسن الله إليك ويكفي. ما حكم صلاة النساء في المصليات المنفصلة عن المسجد بحيث يكون هناك ممر بينه وبين مصلى الرجال، علما بأنهن لا يرين الإمام ولا من يراه، وكذلك صلاتهن في الطابق العلوي عند الضرورة، وكيف نرد على من يعارض ذلك؟ صلاة النساء في المسجد وإن كن لا يرين الجماعة لا بأس بها، وكذلك صلاتهن في دور العلوي لا بأس بها أيضا ما دام في المسجد. أما خارج المسجد فلا، إلا إذا لم يكن في المسجد مكان، مثل أن يكون المسجد ممتلئا بالرجال ويفرش لهن فراش خارج المسجد ليصلين مع الرجال فهذا لا بأس به. كما أن صلاة الرجال أيضا خارج المسجد لا تصح إلا إذا كان المسجد مملوءا واتصلت الصفوف بمن كان خارج المسجد فلا بأس.